وشفنا حجم التكلفة اللي بتترتب على أي مواجهة. أرجو إن إحنا كلنا، مش إحنا في مصر، إحنا في المنطقة، هو أنتوا مشفتوش مواجهة زي 62 و67 عملت إيه؟ وتكلفتها على إيه؟ ما شفتوش مواجهة زي اللي حصلت من أشقائنا في العراق عملت إيه؟ وغيره وغيره. وبالتالي التعاون والاتفاق أفضل كتير من أي حاجة تانية. وعلى كل حال إحنا مع منسقين مع أشقائنا في السودان على الإجراءات، وإحنا هنتحرك مع، إحنا بنعلن وبنأكد للعالم عدالة القضية بتاعتنا وفي إطار القانون الدولي. وبالتالي بقول في إطار القانون الدولي والأعراف الدولية ذات الصلة بحركة المياه عبر الأنهار الدولية. نتحرك أكتر، ننسق مع بعضنا أكتر، أشقائنا في الدول العربية والإفريقية هيطلعوا على الأمر وهم بيشوفوه دلوقتي بالتجربة والنتائج بتاعتها. في النهاية أنا بقول لكم تاني وبقول للأشقاء في أثيوبيا، بلاش إن إحنا نصل لمرحلة إنك أنت تمس نقطة مية من مصر، لأن الخيارات كلها مفتوحة. الخيارات كلها مفتوحة. وتعاوننا أفضل. تعاوننا أفضل. نجري ونبني مع بعضنا أفضل كتير من إن إحنا نختلف ونتصارع. وعايز أقول لكم على حاجة، أنا لمست خلال يعني السنين اللي فاتت إن في عند أشقائنا في أثيوبيا شكل من أشكال يعني الشعور يعني بعدم الراحة، لأن المية دي بتروح مصر كده. أنا بتكلم على مين؟ على الرأي عام. لا، طب ليه؟ اللي احنا كلنا مع بعض، وفي الاخر ده موضوع ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيعمله وهو اللي عمله، واللي نزل الميه هناك ربنا، واللي خلاها تيجي هنا مصر ربنا. ما احنا لو كانت الارض مش مرتفعه عندنا ما كانش جت حاجه، لكن هي جايه في مسار ربنا سبحانه وتعالى محدده. واللي عمله ربنا مش هيغيره البشر. اللي عمله ربنا مش هيغيره البشر. وبقول تاني، عندما تجد نفسكم يا شعب مصر كل ما تتضايق اشتغل اكتر، ابني اكتر، عمر اكتر، انتبه اكتر، احرص اكتر. وقبل كل ده وده في رب مطلع على الشرفاء والامناء والمخلصين وهو قادر على نصره. شكرا جزيلا.